بسم الله الأب والابن روح القدس الآن واحد أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان دهر الدور كلها أمين. النهاردة أول يوم في شهر أمشير وبندخل في شهر أمشير في اليوم الحد، يعني النهاردة جاي يوم الحد، فالنهاردة الحد الأول من شهر أمشير. وفي شهر أمشير بنبتدي حاجة مهمة، إيه هي؟ يونان. حبول بنبتدي سمنان، ده نجت كده، ده ثلاث أيام يعني، ده حاجة كده قوية، ده كبسولة كده فيها ثلاثية المفعول يعني، لكن في حاجة بتبقى بنقعد فيها 55 يوم الصوم، الصوم الكبير. وفي الصوم من مظاهر الصوم ان الواحد بيقلل أكله، بينقطع عن الطعام، وحتى لما بياكل بياكل كميات قليلة وأكل نباتي لسبب معين. ايه هو بقى السبب؟ ليه احنا في الصوم بنعمل كده؟ علشان عايزين نقول لرب احنا مش اعتمدنا على اكلنا، احنا حياتنا مش في اكلنا، لكن احنا حياتنا فين؟ حياتنا فيك. فاحنا بنقلل الاكل اللي احنا بناكله، بننقطع وبنقلل كمياته، بنقلل نوعياته، بناخد نوعيات بسيطة، او في نفس الوقت بنزود. ايه تاني؟ احنا مش بنقلل وبس، احنا بنقلل من حاجة وبنزود من ايه؟ بنزود من الصلاة، بنزود من إنجيل، بنزود من التناول، التناول اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. فاحنا عشان كده أول حد بيجيلنا بيكلمنا على إيه؟ اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فبداية الشهر كده بيفكرنا خلوا بالكم احنا داخلين على شهر مهم جدا، هنقلل من الأغذية الجسدية وهنزود من الأغذية إيه؟ من التغذية الروحية. لما بنتكلم على الغذاء الروحي وعلى الأكل ما نقدرش ننسى معجزة عظيمة جدا تمت مع شعب إسرائيل. إيه المعجزة العظيمة اللي تمت مع شعب إسرائيل؟ إن هم خرجوا من البرية، خرجوا من أرض مصر إلى البرية، وأول حاجة ابتدوا يشتكوا عليها كانت إيه؟ الأكل. إحنا طبيعتنا كده كبني أدمين أول حاجة بتدور عليها إيه؟ الأكل، الأكل بتاعنا. قالوا له يا موسى ده إحنا يعني سبنا، يعني عايز أقول هم وإحنا كمان سابوا المعجزات الضربات العشرة، وإن هم خرجوا من أرض العبودية إلى أرض الحرية، وركزوا في إيه؟ وركزوا إن هو مفيش عندهم أكل. فربنا ابتدى يرسل ليهم المن السمائي، ابتدى يرسل لهم أكل، وابتدى يبعت لهم كمان مية من صخرة. تفتكروا ليه ربنا بعت لهم أكل؟ ليه ربنا بيبعت لنا الخبز اليومي؟ عشان نقتد به ونعيش. دي حاجة. حاجة تانية، ربنا لما بعت لهم أكل وسط الصحراء ده بيقول إيه؟ ده بيشاور على مين هو ربنا، مين هو ربنا. يبقى دي حاجة مهمة جدا في حياتنا. إحنا كتير بنركز على العطايا اللي ربنا بيديها لنا، لكن ساعات كتير بنغفل أو بننسى إيه الهدف الأساسي. هدف الأكل، هدف الحياة، إن إحنا ندور على معطي الأكل، معطي الحياة. يبقى هدف كل الخيرات نقول ربنا صانع الخيرات. أول لما نشكر نصلي نقول نشكر صانع الخيرات. أنا من الخيرات دي بتشاور لي على مين؟ على الصانع. يبقى أول حاجة، أول درس لينا إحنا كلنا مهم إن إحنا نخلي بالنا وإحنا داخلين الفترة اللي جاية، ان كل الخيرات والبركات اللي في حياتنا ليها هدف واحد بس، ليس الخيرات في ذاتها، ولكن مين؟ صانع ومعطي جميع الخيرات. يبقى كل حاجة رب عندنا مهم ان هي تفكرنا بمين؟ تفكرنا بالصانع، تفكرنا بالخالق، تفكرنا بمين هو ربنا. لما كانوا كده التلاميذ مع المسيح يقولوا له لقد تركنا كل شيء وتبعناك، سألهم المسيح سؤال مهم جدا. ايه هو السؤال؟ هل اعوزكم شيء؟ انتوا سبتوا كل حاجة علشاني. اللي يمشي مع المسيح
لا يعوزه شيء، حتى وإن كانت في إمكانيات قليلة. خلوا بالكم، لا يعوزه شيء مش معنى كده طرف، لكن بيحس بالساتسفاكشن، بيحس بالشبع، والشبع غير إن الواحد ياخد بنهم وياخد كل اللي هو عايزه وفقط. يبقى هدف العطية، هدف الأكل، هدف الشغل، هدف كل حاجة ليس هو العمل في ذاته، ولكنه معطي الخيرات ومعطي العمل. ليه السيد المسيح أعطى الجموع أكل؟ احنا قرينا جزء من إصحاح السادس من إنجيل يوحنا، في بداية الإصحاح نسمع معجزة إشباع الجموع. ليه ربنا أعطى الجموع أكل؟ هل فقط علشان لا يخوروا في الطريق وما يتعبوش وخلاص، ولا علشان إذ ما يكون لنا الكفاف نزداد في العمل الصالح؟ يعني ربنا يقول لهم ما تهتموش بهذا الطعام، قللوا اهتمامكم بهذا الطعام علشان تزودوا اهتمامكم بمين؟ بربنا. ليه نزود اهتمامنا بربنا؟ أصل ربنا هو مصدر الحياة، هو نبع الحياة، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. يبقى أول مبدأ في حياتنا محتاجين ان احنا نراجع نفسينا فيه ونفكر نفسينا فيه، ان الله صانع الخيرات، كل الخيرات وكل حاجة في حياتنا محتاجين نبص عليها تشاور لينا على مين؟ تشاور لينا على الخالق، تشاور لينا على مين هو ربنا، إمكانيات الله اللي احنا بنمشي وراه. طب هل معنى كده، السؤال التاني، هل معنى كده بقى ان احنا نسيب شغل ونسيب العمل ونسيب كل حاجة وخلاص؟ طب ايه رأيكم في الرهبان؟ ما هو مش بيشتغلوا مش كده؟ برافو عليكم، انا افتكرتكم يعني افتكرت يعني هسألكم سؤال كده هوت واوقعكم في الغلط، لكن انتوا ايه؟ لكن انتوا صايمين من غير اكل يعني، بس صحين. مين قال ان الرهبان مش بيشتغلوا؟ الرهبان عندهم مبدأ مهم جدا، من لا يعمل لا يأكل. يبقى المشكلة مش في العمل، بالعكس ده ربنا عايزنا ان احنا نعمل بكل التالنتس، بكل الوزنات اللي ربنا أعطاها لينا، بس عايزنا نبقى دايما فاكرين ان هو هدف كل عمل. يعني كل عمل بنعمله ده يمجد الله. يوسف لما كان في أرض مصر كان العمل اللي هو بيعمله، حتى وهو يعني كان جعان إيه؟ مش أكل وشرب، لكن كان جعان إيه؟ كان جعان حب، كان جعان إن هم إخواته خانوه، فكان جعان، كان جعان مشاعر، ما كانش عنده أمان، لكنه كان ناصح، لكنه اختار اختيار صح، مجد ربنا في كل عمله. عشان كده ربنا ايه؟ ربنا مجد يوسف في عينين المصريين وفي عينين فرعون. يبقى الاكل والعمل ده للحياه اليوميه. في تامل حلو خالص سمعته، ان هو ايه؟ ان كل ما نعيش، كل ما بناكل بنعيش يوم، وكل ما نعيش يوم ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ ما سمعتش حاجه. بالظبط كده، كل ما عيش يوم يبقى بينقص من عمري يوم، كل ما عيش يوم أنا بقرب من إيه؟ أنا بقرب من النهاية، وفي الحقيقة أنا بقرب من البداية السعيدة، بخلص من أيامي هنا على الأرض وبقرب إلى إيه؟ النهاية السعيدة. عشان كده لخصها لنا ربنا يسوع المسيح النهاردة، بيقول لنا إيه؟ اعملوا لا للطعام البائد. الطعام البائد هنعمل لأجل السستنس، لأجل الكفاية اليومية، خبزنا كففنا لو هناخدها حرفيا. الخبز اللي يكفينا النهاردة هو اللي احنا هنركز عليه، لكن هنعمل للطعام الباقي. وبعدين قال آية مهمة جدا، قال آية مهمة جدا، وكانت في ختام الإنجيل النهاردة، اللي هو إيه؟ لأن هذا قد ختمه الله الآب.
يعني ايه ختمه الله الاب؟ اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. مين هو الطعام الباقي؟ يسوع المسيح. يسوع المسيح هو جعل من نفسه طعام. ازاي؟ من يوم ولادته اتولد فين؟ في مدينة اسمها ايه؟ بيت لحم، بيت الخبز. يبقى من يوم ميلاده وهو عارف، جعل من نفسه ايه؟ خبز الحياة، الخبز الواهب المعطي الحياة. يعني احنا كل ما ناكل اكل احنا عمرنا بيخلص، لكن في الصيام، ودي حكمة الصيام، بقلل الأكل بتاعي علشان أزود الأكل إيه؟ الأكل السمائي. أهم أكل سمائي، أهم أكلة سمائية هي الخبز النازل من السماء، بس مش المن. المن في البرية كان بيشاور على ربنا يسوع المسيح، هذا الذي ختمه. يعني إيه ختم؟ الختم كده تبص تلاقي لما حد يقول إن المكان ده بتاعي، ده تبعي، ما حدش له سلطان عليه، يحط ختم كده، ختم الحكومة ولا ختم الملك. والختم ده فيه ملامح ومواصفات مين؟ الحكومة أو الملك أو صاحبه. الختم ده فيه شكل صاحبه. يبقى لما ربنا بيقول هذا قد ختمه الله الآب، يعني الله الآب بيشاور على الابن وبيقول إيه؟ هو ده. وقالها إمتى؟ قالها كذا مرة، قالها على جبل التجلي، وقالها في المعمودية. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. يبقى هي دي اللي احنا محتاجين نعملها، له اسمعوا. محتاجين اسمع ربنا، محتاج اكل ربنا، هاخده جوايا. فانا النهاردة عايز اخد ربنا جوايا. انا عايز اقول يا رب انا محتاج لك، انا عايز. عشان كده احنا بنصوم، نقول يا رب انا هصوم. فكرة الصيام ان انا هقلل اهتمام وزود اهتمام. يا رب انا بصوم علشان انا محتاجك، انا محتاجك انت. انا بخلي كل حواسي تيجي عندك. كنت امبارح بتكلم مع الولاد الشمامسة الصغيرين، وبنفتكر مع بعض ان القداس بيبتدي امتى؟ من عشية. ليه بيبتدي من عشية؟ عشان كل فكري، كل حواسي تكون مركزة فين؟ مركزة على ربنا، على يسوع المسيح. طب لو كده جينا إنجيل عشية بتاع امبارح، كان بيكلمنا عن إيه؟ إنجيل عشية بيتكلم من نفس إنجيل يوحنا، بس الجزء اللي قبل كده. إيه اللي حصل بعد ما يسوع المسيح أكل الجموع؟ الجموع جريت وقالت آه، ده هو ده، عمل زي مين؟ عمل زي موسى. فجري وراه علشان يخلوه ملك، قال لهم لا، هرب منهم. يعني المسيح لما جوم يعملوه ملك فرصة، لكن هو هرب، قال لا، ده طعام بائد، ده ملك بائد، تنتهي كل الممالك، كل ممالك الدنيا تزول. مش ده احنا بنترنم ونقول كده؟ ممالك الدنيا تزول، لكن ملكك انت يا رب ايه؟ ملكك غير متناهي. تعبير جميل، ممالك الدنيا تزول، لكن انت رب ملكك غير متناهي، ليس له اي نهاية. عشان كده المسيح لما جم يخلوه ملك على الارض قال لا، انا مش عايزه، هرب، مشي. وده برضو لينا، يا ترى في ممالك في الدنيا انا بحاول اقتنيها، ولا انا بسعى وراء الملك الابدي الذي لا ينتهي؟ فاحنا الواحد بيجهز نفسه من عشية، بجهز نفسي بقرأ قرايات القداس علشان لما آجي أبقى فكري فين؟ فكري في القداس. لما بدخل الكنيسة بعمل إيه؟ ببص على مين؟ على الصليب. وبشوف إيه على الصليب؟ بشوف أحضان الفادي مفتوحة بتقول لي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أقول له رب أشكرك أنا داخل، أما أنا هو دي الصلاة اللي كل واحد فينا بيصليها وهو داخل الكنيسة. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك. يا رب أنا مش داخل بأي حاجة، بأي دلة غير إيه؟ غير رحمتك وإيديك المفتوحة اللي هي
بتستقبلني. وبعد كده هو بدخل بندمج في الصلوات. طب يجي لي أصدقائي يجي يسلموا عليا بعدين، بعدين نسلم على بعض إيه بعدين. أمال أنا إيه؟ أنا جاي عشان ربنا، أنا جاي عشان ربي وإلهي يسوع المسيح. أنا واقف أتكلم مع ربنا، هل يليق أن أنا أتكلم مع الملك وأروح أتكلم مع أي حد تاني؟ لا يليق. يبقى أنا كده جاي علشان مين؟ علشان الطعام الباقي للحياة الأبدية. خلوا بالكم لما بنقول الطعام الباقي ده مش معناه بس فقط أن أنا أتناول، ما المعنى إيه؟ معناه القداس كامل. لو كان بس ان انا اتناول، امال احنا ليه بنصلي وبنقول صلوات وبنقول وطقس؟ ليه ما كان كله كان ابونا لوحده يصلي مع شماس وبعدين يجي كده الشعب يقف طابوره ويتناوله؟ لا، مش هو ده كده. التناول مش بس مجرد الخبز اللي انا او الجسد اللي انا باخده في بقي، والا كده انا بحوله الى ايه؟ الى طعام بائد، وده لا يليق. لكن عشان يبقى طعام أبدي محتاج يندمج بكل الصلوات، محتاج يندمج بكياني، أشترك في الصلوات الطقسية كلها. والصلوات دي بتساعدني أن أنا أدخل إلى أعماق إيه؟ أعماق معرفة الله، وأختمها بالتحادي بجسد الرب ودمه. يبقى هنا أنا باخد وجبة كاملة، أنا باخد وجبة كاملة، بجهز فيها جسدي، بجهز فيها روحي، بجهز فيها كل كياني. يعني ما هياش مجرد أن أنا بدخل أتناول، لو دخلت وتناولت بس جسديا مش هو ده التناول، أنا كده قللت قيمة التناول ومعنى التناول. لكن أنا عايز جسدي أعبد الرب بجسد، يعني بعقلي ولو بخمس كلمات. يعني إيه؟ يعني أنا عايز فكري يكون مع يسوع المسيح، عشان أول لما أعمل كده هيبقى الاتحاد له معنى وله قوة، له معنى وله قوة. إزاي؟ زي ما قلنا بجهز نفسي بقرايات القداس. طيب واليوم اللي ما فيش فيه قداس؟ في قرايات، في عندنا كتاب كامل اسمه الكتاب المقدس، الكتاب المقدس، وبنسمع وسمعنا عنه النهاردة في باكر، سراج لرجلي هو ناموسك، سراج لرجلي كلامك. يعني كلام ربنا هو اللي بينور الطريق، كلام ربنا هو اللي بيوضح الطريق. عشان كده زي ما سمعنا في السنكسار، في مجامع بتتعمل مخصوصة عشان تصحح المفاهيم الخاطئة. جايبينها من فين؟ جايبينها من الكتاب المقدس ومن كتابات الآباء ومن طقس الكنيسة كلها. ربنا كده يسوع المسيح في إنجيل باكر بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إزاي أعمل الاتحاد؟ الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد، اللي هي إيه؟ الحياة الأبدية. يبقى هي عبارة عن باكج، في وسائط نعمة في التناول، وأفهم يعني إيه التناول في الكتاب، في كلمة ربنا، هو صوت الله ليا كل يوم. علشان صوت ربنا لما يدخل فيا أقدر أنفذ القرايات اللي احنا سمعناها النهاردة. إيه هي القرايات؟ إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكير فلا تشاركوا ولا تأكلوا مثل هذا. يعني إيه؟ يعني في اختيارات يومية. ربنا بيعطيني نعمة وهي الحياة، ربنا بيعطيني نعمة وهي كلمته، لكن أنا مسؤول عن إيه؟ عن اختياراتي اللي إحنا بنسميها إيه؟ الجهاد. إيه هو الجهاد؟ مجموعة من الاختيارات اللي أنا بعملها مرتبطة بالنعمة المجانية اللي أنا واخدها. يعمل لنا كده باكيج حلوة. عشان كده لو نفتكر في مثل العذارة، الزيت، إيه هو الزيت؟ هو توافق النعمة مع الجهاد، مع الاختيارات اليومية. لا سكرون، لا خطفون، لا كذبون، لا زنا، لا عبدة أوثان، يدخلون ملكوت سموت. إيه دي؟ اختيارات يومية. هل لم يقف قدامي موقف هكذب ولا مش هكذب؟ لا كذبون يدخلون ملكوت السموات. لم يكن كده قدامي موقف واحتد واضرب اللي قدامي ولا زعق له. لا خطفون، خطفون يعني ناس كده عنفاء،
الشخص العنيف للأسف مكتوب من الليستة لا يدخل ملكوت السماوات. اختيار. طب هقوم همشي كده وراء أعصابي الفلتة واروح ان انا اضرب اللي قدامي ولا ازعق في اللي قدامي، هخسر ملكوت السماوات. يبقى انا عشان اقدر انفذ الليستة دي اختيارات باخدها من خلال النعمة، نعمة ربنا تعطيني القوة، وبكملها بالاختيارات اللي انا بعيش فيها. يبقى انا عندي سر الحياة هو في جسد الرب ودمه، سر الحياة باخدها يحيى إلى الأبد في كلمة ربنا عشان أقدر أعيش اتحادي بجسد الرب ودمه. سر الاتحاد من خلال صلواتي. في حاجة كده كلنا بنواجهها، إن هي صعوبة الكتاب المقدس، صح؟ الكتاب المقدس سهل ولا صعب؟ لا صعب. يعني إيه صعب؟ يعني صعب بس مش مستحيل. هقول لكم موقف. يعني أول لما جيت كندا أنا تعلمت كله بالإنجليش، ما كانش في عندي مشكلة في الإنجليش، لكن أدخل أقعد مع الناس في الـ في الـ في اللانش روم ألاقيهم بيتكلموا كلام وأنا مش فاهم منه ولا حاجة. طب بس أنا فاهم إنجليزي، بس الكلام اللي بيقولوه جمل مش فاهم منها ولا حاجة. في حاجة اسمها إديم، في تعبيرات مخصوصة بالكالتشر. مرة في مرة في مرة في مرة لغاية لما بعد فترة لقيت نفسي إيه؟ بفهم. الكتاب المقدس نفس الكلام. مرة في مرة في مرة محتاج أتعود على كلام وروح الكتاب المقدس. محتاج أخلي فكري يتعرض لكلام ربنا باستمرار عشان مرة في مرة في مرة هحفظ، مش مجرد بس هحفظ، وهفهم كلمة ربنا ليا، وربنا هينور مخي علشان ايه؟ أعرف كلمته. فما تخافش من الكتاب المقدس، بس ما تأجلش. لو لقيت نفسك مش فاهم، مش ممكن هتقرأ إصحاح ما تفهمش منه ولا كلمة، صعب. لو أخذت من إصحاح كله آية أبوس إيدي وش ودار أشكرك يا رب إنك بعتلي الآية دي خليني أعيش بيها. تيجي تقرأ نفس الإصحاح المرة التانية السنة الجاية ولا بعد فترة، تبص لقي ربنا بعت لك برضو رسالة مختلفة أو حاجة مفهوم جديد إن ما كنتش فهمه. يبقى في حاجة اسمها صداقة الكتاب المقدس، بيجي من الوقت وبيجي من التعود، لكن ده مهم علشانه هو مصدر الحياة الأبدية. ربنا كده يعطينا إن احنا يبقى هدفنا من خيرات الله، أو كل ما نشوف خيرات ربنا عينينا تتجه إلى فين؟ إلى معطي وواهب الخيرات. ربنا كده يعطينا أن كل فترة فيها صيام بقول يا رب أنا هتخلى عن الطعام البائد علشان أزود الطعام الأبدي الذي يعطي حياة أبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان دهر الداهرين. آمين.